بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء 10 من شعبان 1445 هجرية الموافق 20 فبراير 2024 ميلادية متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة رافقت سموه السلامة في الحلي والترحال.